الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء أجمعين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فنلتقي في هذا الحفل البهيج، وهو حفل تكريم لأبطال المدينة. وهذا الحفل يعني خصيصا لأحد أبطال رياضة كمال الأجسام، وهو له خبرة وباع قوية في هذا المجال، اللي هو أستاذ بلال حجاج. أخ بلال حجاج، ترك معنا فترة من الزمن هنا، يعني معنا داخل القاعة نادي بنديران لمدة 9 سنوات. بين المدير وكيل صادق لي في مقر.
بعض المهمون. وإذا هو عادي ما سبحان الله ما هذا.